اهلا وسهلا مشاهدينا، نواصل مدنا المباشر والحي. نرحب مره اخرى بكل الذين انضموا الان لمتابعتنا. اطفال اليوم هم قاده الغد باذن الله تعالى. في سوداننا الحبيب يشكل الاطفال عماد رئيس جدا وعدد كبير، لذلك مع هذا العدد بالرغم انه هم اطفالنا وفلذات اكبادنا وسبب سعادتنا على هذه البسيطه، بالمقابل هذا التمدد وهذه الاعداد يجب انه نقف عندها شويه لتوفيق اوضاعهم، لمناقشة قضاياهم، لاهتمامنا الكبير في ظل التوقيت اللي نحن بنعيش في فترة صعبة واستثنائية، هي انعكست سلبا خلينا نقدر نقول على حال المواطن وعلى حال أطفالنا. إذا لمناقشة تفاصيل مختلفة وقضايا مهمة بخصوص اليوم العالمي للطفل وقضايا الطفل في ظل التوقيت اللي نعيشه الآن، سعداء نرحب صباحا بالدكتور عمر مختار قنديل. أهلا وسهلا، صباح الخير وصباح الشروق عليك. وعليكم السلام، مرحبا، تحية للسادة المشاهدين، تحية لقناة الشروق، وتحية لأطفالنا على مستوى العالم وعلى مستوى السودان على وجه الخصوص بهذا اليوم، اليوم العالمي للطفل. شكرا جزيلا على الاستضافة. الله يخليك دكتور. في كل يوم عالمي يكرس كل المجهود للتوعية وللعمل بشكل جاد على معالجة قضايا الأطفال بالتحديد، لأي يوم، أي يوم يخص أي فئة يعني. فإلى أي مدى ممكن يمثل اليوم ده بادرة أمل ونفاج أمل لأطفالنا إنه نضغط على همومهم ونحاول نعالجه بشكل جاد يعني في ظل التوقيت الحالي؟ شكرا جزيلا للمرة الثانية. وحقيقة اليوم العالمي للطفل زي ما ذكرت إنه مخصص عشان نصوب اهتماماتنا نحو الأطفال ونحو قضاياهم. ولو رجعنا لورا بنلقى انه هذا اليوم حدد 20 نوفمبر 1954 عندما تم الاعلان حقوق الطفل في على مستوى العالم في الامم المتحده. واعلان حقوق الطفل لاحقا توج باتفاقيه حقوق الطفل التي اجازتها الجمعيه العامه للامم المتحده في 20 نوفمبر 1989. وبالتالي أصبح هذا اليوم 20 نوفمبر من كل عام، لأن في زي ما ذكرت 20 نوفمبر 1954 تم تحديده كيوم للطفل، و59 تم الإعلان حقوق الطفل، و1989 توجت هذه الجهود بإجازة اتفاقية حقوق الطفل عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتالي منذ العام 1990 كان هو الاحتفال باليوم العالمي الأول، وتوالت الاحتفالات باليوم العالمي في كل يوم 20 نوفمبر من كل عام يعني. فنحن من هنا يعني نحيي أطفالنا، وأطفالنا زي ما يعني قال الشاعر أولادنا وأطفالنا أكبادنا تمشي على الأرض، فإذا هبت الريح على بعضهم لامتنعت عيناي عن الغمض. هذا حال كل أب وحال صحيح. كل أم وحال كل جد وجدة وحال كل المهتمين بقضايا الأطفال. فمن هنا نبعث تحيانا لكل الأطفال مع صادق أمنياتنا بأن يهيئ الله سبحانه وتعالى واقعا يعيش فيه الأطفال بأفضل مما يكون بإذن الله. دكتور، بما أنه نحن تكلمنا عن اليوم وشرحنا وعرفنا به والمشاهد الكريم، يجب أنه نعالج جذور المشكلة الرئيسة نحن في السودان. فإلى أي مدى بزاوية شوفك أنت، شنو أبرز القضايا في السودان بتهم الأطفال يجب أنه نسعى جاهدين لأنه نحلها يعني في التوقيت الحالي؟ نعم، قضايا الأطفال قضايا كثيرة ومتجددة ومتشعبة. والأطفال يعني قديما يقولون أن الأطفال نصف الحاضر وكل المستقبل، وأنا من وجهة نظري الواقع تجاوز هذه المقولة. الأطفال الآن أكثر من نصف الحاضر، كل التعدادات الأخيرة توضح أن عدد الأطفال في ازدياد، نسبة عدد الأطفال ماشية في زيادة، وهذا واقع طبيعي في مجتمعات مثل المجتمعات التي نعيشها نحن في السودان وفي الدول المشابهة.
فنسبة الأطفال تمشي في ازدياد يعني، وده بيلقي بتحديات كبيرة جدا جدا. طالما العدد ماشي زايد معناها نحن محتاجين نضع من الخطط المستقبلية ما يقابل هذا العدد من توفير خدمات تعليمية، من توفير خدمات صحية، من توفير بيئة آمنة لهؤلاء الأطفال. قضايا الأطفال قضايا زي ما ذكرت كثيرة، منها التعليم ومنها الصحة ومنها التغذية ومنها الحماية، الحماية بصورة عامة، حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة يعيشون فيها بسلام وحياة طبيعية. هنالك أطفال يعني عندهم أوضاع خاصة، مثلا الأطفال الإعاقة أو الأطفال المعاقين، وهذه نسبة حسب الدراسات الأخيرة ربما يزيد عددهم أو تزيد نسبتهم من 3% من الأطفال السودان. أطفال الإعاقة من 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 الملفات المهمة جدا جدا التي تستوجب إنه نفرد لها مساحة واهتمام. طيب دكتور، أنا آسف للمقاطعة بس عشان نقدر نفصل والمشاهد برضه يكون معنا في الصورة لمحاورنا. تكلمنا عن أول حاجة عن التعليم، فده أكثر شيء بيؤرق الأسر الآن والمجتمعات السودانية باختلاف الوطن السودان الشاسع يعني. فنحن عندنا مشكلة حقيقية في توفير مناخ ملائم بالنسبة للأطفال حتى في جانب التعليم. فدي برضه فرصة نحن نناشد فيها الأسر، نناشد فيها الجهد الشعبي، نناشد فيها الدولة حتى لتوفير جو صحي بالنسبة للطالب حتى إنه يقدر يركز ويحصل محصول جيد يعني. طيب دعنا أول حاجة نطرح القضايا وفي محور آخر نأتي للتحديات التي يعني تواجهنا جميعا والتي يعني يجب أن نتصدى لها حتى نرتقي بأوضاع الأطفال. فيما يتعلق بالتعليم الصحيح هنالك مشكلة كبيرة جدا جدا ولظروف متعددة جعلت الوضع التعليم في السودان يواجه مشاكل جمة. وإذا نظرنا إلى واقع التعليم يعني نلقى أنه عدد أو نسبة كبيرة من الأطفال هم خارج التعليم، إما لم يعني يلجوا إلى هذا المجال مجال التعليم أو يعني ولجوا وتسربوا منه يعني الضائقة المعيشية والظروف الصعبة. نعم. لأنه نشوف في عمالة برضو بتاع ظروف متعددة. نعم، فعلى مستوى التعليم الأساس هنالك يعني أكثر من 30% هم خارج التعليم الأساس. أما كل ما يعني تقدم الزمن ذهبنا إلى مرحلة أعلى هذه النسبة يعني تزيد وهتكون مزعجة جدا جدا في التعليم الثانوي والجامعي. فهذه هي مشكلة تواجه فعلا المجتمع التي يعني يجب أن نضعها نصب عيوننا ونتصدى لها يعني بكل شجاعة وبكل جدية وبهمة عالية بمجهوداتنا. طيب عشان نتكلم بشكل عملي، أنت مدير لمنظمة تنمية الأطفال، شنو الدور اللي يعني احنا بنتكلم عن ده جهد مجتمعي وكتر خيركم ومشكورين انكم بتقدموه في ظل الظروف الصعبة دي، لأنه أحيانا يعني الدولة ما بتسعى انه تكف كثير جدا من المشاريع، فده جزء مهم جدا احنا بنشكركم عليه. فأنتوا في منظمة تنمية الأطفال بتعملوا شنو في ظل توفير احتياجات الأطفال وتغطية كثير جدا من قضاياهم حتى لو بالقليل يعني؟ نعم، أولا نحيي كل العاملين منظمة تنمية الأطفال على مستوى ولايات السودان، فهم منتشرون في عدد 11 ولاية من ولايات السودان المختلفة، يعني يتقاسمون ويتشاطرون آلام المجتمع ويعيشون همومه ويعملوا بالمساندة والمعاضدة مع هذه المجتمعات حتى إنها تتجاوز أزماتها ومشاكلها. هذا العام منظمة تنمية الأطفال احتفلت باليوم العالمي للطفل، واحتفال هذا العام كان بولاية جنوب دارفور بمعسكر عطاش، ويعني كان شمل الاحتفال برامج رياضية ومهرجانات
ثقافية و و و ومسرح، وكانت هنالك أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي، ويعني شارك في البرنامج الريادي بعض الشخصيات القومية في المعروفة في الوسط الرياضي، يعني كأمثال الأستاذ فيصل العجب وعلى الدين يوسف وعبد المنعم يوسف من لعيبة كرة القدم المشهورين الذين يعني شاركوا سابقا في فرق القمة. وكان هذا الاحتفال بمشاركة المجتمع عطاش، وكانت مشاركة واسعة جدا جدا من الشباب والأطفال، وشاركت فيه أيضا منظمة اليونيسيف عفوا. وجودنا في معسكر عطاش واحدة من المهام التي يعني تتصدى لها منظمة تنمية الأطفال. دائما نحن مع الأطفال، ولكن مع الأطفال الأكثر حاجة، نعني بالأطفال الأكثر حاجة هم الأطفال في معسكرات النازحين واللاجئين، ولأنه هؤلاء يعيشون ظروف صعبة، تعرضوا لأنهم يعني شهدوا صراعات وحروب، وربما يعني اطلعوا على مناظر وأحداث يعني كانت صعبة جدا عليهم، محتاجة لدعم نفسي. وبالتالي نحن يعني واحدة من أهم الملفات اللي بنشتغل عليها اللي هي ملفات الدعم النفسي والاجتماعي لأطفال في معسكرات النازحين واللاجئين، ولكن هذا بصورة مباشرة العمل مع أطفال اللاجئين والنازحين. وأيضا لدينا مناشط أو أنشطة مع الأطفال في وضعية الشارع، وده يمكن يكون من البرامج والأنشطة اللي بدأت بها المنظمة مسيرتها، وقدمت كثير جدا في هذا الجانب. من الملفات المباشرة الأطفال المنفصلين عن ذويهم، معروف أنه في ظروف كثيرة جدا جدا تجعل أنه هنالك أطفال غير مصطحبين يعني بأسرتهم. فمن خلال برامج التغسل الأسري ولما الشمل تعمل المنظمة على السعي لإعادة هؤلاء الأطفال إلى أسرهم وإدماجهم في المجتمع. مجتمعات. طيب دكتور، يعني في خواتيم لقائنا معك، شنو المنجزات اللي عملتها انت في المنظمه ونزلت على ارض الواقع واكتشفت انه عندها ثمره كبيره وممكن يمشي على نهجكم كثير من المنظمات؟ سريعا. نعم، في كما ذكرت العمل وسط النازحين واللاجئين بتعمل على اعاده تاهيل الاطفال، وبالتالي اعاده ادماجهم سواء كان يعني ارجاعهم الى التعليم أو يعني إخضاع للتدريب المهني، ومن ثم يعني يمارس حياتهم بصورة طبيعية. أيضا هنالك برامج فيما يتعلق بتنمية المجتمعات، المجتمعات الحقيقة الضعيفة أو الفقيرة أو عندها فقر اقتصادي. يعني هذا الوضع يعني في العادة الطفل هو الذي يعني يدفع الثمن، وبالتالي كل ما اجتهدنا في رفع القدرة الاقتصادية للمجتمعات قطعا الأطفال هيكونوا المستفيدين. يعني صحيح، في هذا الجانب نفذنا مشروعات بشراكات متعددة مع معظم المنظمات الدولية، وكالة الأمم المتحدة في شرق السودان، في غرب السودان، في النيل الأزرق، والآن مشروعاتنا يعني الحمد لله يعني منتشرة في هذه الولايات. جميل دكتور، الحديث عن الأطفال وقضايا الأطفال لا تختصر المساحات الضيقة، وإن شاء الله نلتقيكم بمنجزات أكبر ونقدر نفصل أكثر في كل محور من المحاور، لأنه محتاج مننا لزمن أوسع حتى إنه نقدر نغطي كل احتياجاتهم ونقدر نوصل كل تحدياتهم. إحنا مقدرين جدا لك دكتور عمر مختار، مدير عام منظمة تنمية الأطفال، كتر خيرك على حضورك صباحا. الله يبارك فيك. شكراً جزيلا، شاكرين لاتحاد هذه المساحة، وأيضا نختم بتحياتنا لكل الأطفال ومناشدتنا لكل المجتمع. أنا حقيقة
كان بالنسبة لي يعني الفقرة المهمة جدا جدا اللي هي التحديات التي تواجه الأطفال والرسائل ممكن يعني نرسلها جميل للجميع يعني عشان يطلعوا بمهامهم و احتياجاتهم حتى انه نصل الى وضع افضل ان شاء الله باذن الله. في مساحه قادمه ان شاء الله نرسل هذه الرسائل ان شاء الله باذن الله. كثر خيرك دكتور عمر مختار. نواصل مدنا المباشر مشاهدينا، فاصل ومن ثم نعود لنواصل دقنا المباشر، خليكم معنا.